طرحت مدينة شباب 2030 في موسمها العاشر برنامج الطهي بمختلف أنواعه من خلال استقطاب مجموعة من المدربين المتخصصين في هذا المجال، ليكون تدريب الشباب البحريني متوافقا مع أعلى المعايير العالمية ليحصلوا على الشهادات اللازمة ليكونوا مهنيين أو مهيئين لاقتحام سوق العمل. الطبخ هواية جميلة تتجه بشباب مدينة 2030 نحو اكتساب خبرات عالمية ذات صبغة محلية، يستمدون تفاصيلها من شيف تمتلك روح المبادرة لتعليم الشباب فنون الطهي على طريقتها الخاصة. بنعلمهم البيسك أساسيات الطبخ على أساس أن كل واحد منهم إذا قرر يفتح المطعم الخاص فيه أو البزنس الخاص فيه يعرف أساسيات ومبدئيات الطبخ، فمن هاي الكورس يعرفون شلون يتعاملون مع اللحم، يتعاملون مع الدياي، يتعاملون مع الخضروات بكل أنواعها. زيادة على ذي يتعاملون حتى مع يعني يتعلمون شلون يتعاملون مع الأشياء الزيادة عندهم في المطبخ على أساس أن تكت كوست ويستخدمون كل المكونات الموجودة عندهم في المطبخ. طموح ورغبة في التعلم، شعور داخلي دفع الشباب المشارك في برنامج الطبخ للبحث عن أدق تفاصيل الطهي ليكون لهم نشاطهم التجاري الخاص. دشيت هالبرنامج عشان أتعلم بداية البيسكس مال الطبخ، لأن كلنا نشوف شلون الطبخ وطريقاته لون، بس ما نعرف من وين هاي كله، شلون بالضبط نسوي اللحم. فحبيت أتعلم طبخات دولية بنكهات بحرينية عشان أبتدي إن شاء الله أسوي بزنس مطاعم. يعني انا احب اطبخ لان احنا من يوم احنا صغار قدرنا نحس بالحب عن طريق الاكل. يعني اذا اليد تبي تبين حبها حق الياهل، دائما لما يروح بيت اليد دائما ياكلونه. سنه لي في مدينه الشباب وانا مشارك في برنامج ذا باريستا اللي علمنا شلون نسوي قهوه، والصراحه هذا البرنامج وايد حلو، تعلمنا وايد اشياء في هالاربع حصص اللي حضرناهم، ومن هالاشياء تعلمنا شلون نسوي ابسط انواع الكوفي اللي هو الاسبرسو بالماكينه، وبعد اليوم علمنا شلون نسوي الفرنش روست. هذا البرنامج يفتح لهم آفاقا رهبة لاقتحام سوق العمل، محققين بذلك فكرة تقديم أكلات صحية عالمية بنكهات بحرينية. في الفترة المسائية برامجنا حاولنا نختار البرامج اللي تخلي المشارك يكون متهيئ لسوق العمل ومتهيئ انه يفتح مشروع الخاص مع الشهايد اللي بنعطيهم اياه في نهاية البرنامج. تشجيع الشباب ومنحهم الخبرة والتدريب اللازم في فنون الطبخ يفتح لهم الباب على مصراعيه ليكون لهم بصمة في هذا المجال. في مطبخ مدينة الشباب هوايات شبابية تسعى لاكتساب خبرة في إعداد قوائم الطعام العالمية عبر تدريب مكثف قد يصنع لها اسما ضمن أشهر الطباخين في البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.